في لعيب اسمه حمزة عبد الكريم عايدي عايز يكلمنا عنه. طيب اولا ده ممكن يكون ميدو الجديد. ميدو الجديد اللي انا بقول كده. اولا طبعا هو ولد عنده 17 سنه بيلعب في منتخب الناشئين مع الكابتن احمد الكاس، وممكن يكون ناس كتير اتفرجت عليه مع المنتخب. يعني خلي بالك ميدو هو عنده 17 سنه كان بيلعب منتخب مصر مع كابتن جوهر بالظبط، وكمان اشول وبيلعب دماغه كويس. ايوه تعال نشوف بقى الحاجات ليه. ده بص بشمله تزيد مع حدود 18، وهو كمان بنيانه الجسدي كويس. مش قصير. بص هنا بقى في العاب الهوا هو اللي بيعمل اسيست، طالع عمل اسيست، واعتقد ممكن يكون ده بلال سجل الهدف بالعطية. في كمان بص هي تاني. ده مين اللي بيعمل الاوت ده؟ ده اكيد مش عارف بصراحه، بس يعني شغل كويس من الكابتن احمد الكاس ان دي جمله مرنوا عليها مرتين وبيطلع هو يلعبها. ده بلال. فبص ازاي بيتعامل في الراسيات، وبص احنا عندنا ازمه في حته المهاجم. هنا باكورد. حلو قوي. ميدو ولا مش ميدو؟ حلو قوي دي. فلا اللعيب اشول ومهاجم جوه الصندوق. احنا عندنا دلوقتي مشكله كبيره في حته المهاجم اللي هو 18. قوي 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 قوي. عجبني قوي رد فعله وبيتصرف ازاي في الكوره. يعني هو كمان بيحضر نفسه لاي وضعيه الكوره ممكن تجيله فيها. ايوه وبيقدر ان هو ينزل يعمل اسيست بدماغه، او يقدر ان هو يتصرف جوه ال 18 بشكل كويس. فلا فهو انا شايف ان هو كخامه لعيب جدا. بس ما كانش فيه توفيق فيها يعني. اللعيبه اللي زي دي موجوده في قطاع الناشئين الاهلي. وفي لعيبه زيهم تانية في قطاعات الناشئين في مصر. اتمنى ان هم نبدا نركز عليهم. مش لازم يطلع في الاول من دلوقتي، بس الناس تبدا تركز معاه، تشتغل معاه اكتر، تطوره اكتر، ويلعب. ممكن مع الوقت نشوفه بيتمرن مع الفريق الاول هنا كره عرضيه. طالع الراجل برجله على طول فيرست تايم على طول بشماله في الجول. ودي الكره اللي عملها اسيست من شويه. في اهداف كتير سجلها مع المنتخب في البطوله اللي لسه خلصانه، واخد افضل لاعب في بطوله شمال افريقيا تحت 17 في شهر ابريل اللي فات. ف يعني دي طبعا لقطه حته بقى العالمي بقى. انت اتكلمت في البنيان الجسماني. لا ميدو برضه لا، ما هو طبعا كان فرق كبير قوي من زمان ودلوقتي يعني. لكن اتمنى ده من سمن البلد بالظبط. عادي ما شفتش انت ميدو وهو صغير؟ لا ميدو كان دبابه وهو صغير. لا يعني معلش يعني لا ما حزمت عرب ضده. لا انا عرفته عشان انت عرضته دوت ما يجيش مثلا حاجه. ميدو كان بيشيل فرقه النادي الاهلي ويجري بيها ويجيب جول الفراوده الشوط. عارف ميدو كان مثلا بيأجروه من الساعه 12 لغايه الساعه 6-3 بالليل يلعب مع الفريق اللي مثلا لو هو كان عنده 12-13 سنه يلعب مع 13 وال 14 وال 15 وال 16. لا ميدو يعني ما تقارنش حد. لا زمان اللعيبه كان عندها صحه. بس انت لما تشوف مهاجم والله بجد. لا طب والله ما بهزر. لا ما انا عارف. انت يعني كان ميدو مثلا كان عنده قول 15 سنه يلعب مع ال 15 يطلعوه قبل ما الشوط الثاني يخلص. قبل ما الشوط الثاني يخلص يروح مطلعينه يروح مودينه يلعب مع 16 سنه او 17 سنه. لا وجه الربط هنا بيقول ان هو مهاجم اشول. ان هو ده وجه الربط. انا عدها لك دي بس عشان هو اشول. انا ما بشوفش يعني. كان في احمد صلاح حسني برده واعتقد كان بيلعب بشماله. في حته المهاجم الاشول دي احنا ما بنشوفهاش عندنا كتير في مصر. فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه ياخد يعني فرصه يتطور اكتر. لو ممكن يطلع يتمرن مع الفريق الاول وممكن نشوف مهاجم يعني، او حتى لو جات له فرصه ان هو يحترف بره. عارف هي النقطه اللي انا بتمناها ان اي لعيب من من بتوع 2008 و2005 يطلعوا يحترفوا. أيوه. صدقني مفيش لعيب من دولة هيطلع في انديه كبيره اهلي او زمالك يلعب. بس انت كابتن دلوقتي عندك مشكله كابتن دلوقتي في مركز المهاجم في مصر. يعني انت سهل ان انت ممكن حتى بدل ما انت عملت لو هو بيلعب في النادي الاهلي. هو بيلعب فين؟ بيلعب في الاهلي. طب هيلعب مكانه وسام؟ هيلعب مكانه. لا ما بقولش مكانه وسام. ما انت الفكره في ايه؟ نفسنا اللعيبه ان زمان في قبل كمان كان الاهلي والزمالك بيطلعوا ناشئين يلعبوا فيرست تيم وهم صغيرين. ده ما بقناش نشوفه دلوقتي. تمام. بس هي النقطه دلوقتي النادي الاهلي عايز دايما اللعيب الجاهز. كان عنده لعيب وطلعه لفيوتشر وبعد كده رجعه تاني النادي زعلوك. تمام انت فاهمني. فهي المشكله ان انا اتمرن غير لما افضل العب. صح. او العب مع ليفل عالي. هو الامنيه اللي انا بتمناها لو اللعيب ده جاله احتراف بره، عشان في الاخر ده هيفيد منتخب مصر. هي دي النقطه. أي. بس